أنا أحسن محمد محمد إبراهيم. كنت محبوسة وكان عندنا ظروف، ومصر الخير الله يرضى عنها هي اللي طلعتنا ودفعونا اللي احنا عايزينه وعايزينه نطلعه. مش عارفة أقول لك إيه والله، يعني أحكي لك عن اللي بيحصل ولا إيه؟ أحكي لك. الفلوس اللي احنا خدناها يعني كان عندنا ظروف، كانت محمد خضار والعربية اتقلبت لينا وجبنا فلوس من الناس وزودوا علينا وخدوها من شاكونا، واتحبست 4 شهور بس، وجينا قدمنا في مصر الخير الله يرضى عنهم، دفعوا لنا الفلوس 8000 دفعوها 30000 جنيه، بس حالتهم على كدهم. يعني معاكي كم ولد وكم بنت؟ معايا 4 و3 بنات. معايا 7 بس. والدهم عايش؟ عايش، طلع على المعاش برضك، كنا واخدين فلوس برضك ومعاش على البنك، ما بنقبض ما بيقبضش، والحمد لله مصر خير دفعت لنا كل حاجة، ونشكر مصر. مش عارفة تضل لك شعورنا والله، وفرحتنا بيكم وفرحتنا بمصر الخير وفتح، مش عارفة أقول لك، مش عارفة أعبر لك عن الفرحة اللي احنا فيها، وعلى كل اللي هم عملوه معانا، والأستاذ حازم والله الله يرضى عنه التاني راح لنا لحد البيت، حتى كوباية المية والله ما كان بياخدها يشربها، الحاجة الساقعة والله ما كان بيرضى ياخدها. أنا عندي السكر وأتمنى حاجة إن أنا أعيش بيها، أتمنى أي مشروع أعيش بيه، عشان أنا عندي السكر وست كبيرة وعندي الضغط، ما بقدر شقف ولا بقدر أروح هنا ولا هنا دلوقتي. مبتدأ.com